برايتن تبتن تمبرن بري سنترال طلقة بوز سنترال طلقة بري سنترال جاير بوز سنترال جاير سبتن بول تمبرال بول فرونتال بول. عندنا اللوب واضحين، هذا سبت اللوب ورايت اللوب فرونت اللوب وتمبر اللوب. لاترال فالكا اللي هو من داخل فيه اريا تسمى انسولا. هذه الانسولا اهميتها اكثر حاجه فيها اريا بتاع تست اريا. الارتر اللي خاطم هنا هو الميدل سيريبرال ارتري. هذا كات سكشن of the cerebral hemisphere و كات سكشن of cerebellar hemisphere كات سكشن of the brainstem. اللي يميز الميديال سيرفيس وجود كوربس كالوزم. كوربس كالوزم عندها بار. كوربس كالوزم اول اثر في الاور اللي فيها what type of fibers the corpus callosum have. هنقوله commissural fibers. Commissural fibers are fibers connecting two cerebral hemispheres. Parts of corpus callosum. Rostrum, أو ما يسمى lamina terminalis of rostrum of corpus callosum. Genu, that means knee. Body or trunk. Splenium. Discarded hand blood supply. All corpus callosum supplied by anterior cerebral artery. Anterior cerebral artery except splenium by anterior cerebral artery. لماذا الانتيرير واخذ كل شيء؟ لان الفالكس هذا تشرح فيه كاللوز الفالكس. هو فالكس تسمى او يسمى كاللوز الفالكس فيه الانتيرير cerebral artery فكيف ما يغذي شيء؟ بينما هذا الفالكس هو البرايتو اوكسيبيتال قلت لكم يبان من داخل احسن اهو. برايتو اوكسيبيتال فيه البوستيريور cerebral artery فلازم ايش؟ يغذي splenium. دي ما ركز على البرايت اوكسيبيتال دي ما يتقاطع مع خط هنا خط يتقاطع معاه هنا بريكال كراين وهنا بوسكال كراين طلقر بريكال كراين طلقر بوسكال كراين طلقر وهذا برايت اوكسيبيتال. لاحظ السنتر الفالكس هنا مختفي لكن البري والبوس مكملين فمدارين بارا سنترال جاير بارا سنترال جاير وارسموا فيه طبعا بارا سنترال لوبيول. اذا كان هذا الكوربس كالوزم يشبه الى حد ما فوق منه سنجوليت غايرو بما ان الكوربس كالوزم فوقها كالوزا سلكس اذا سنجوليت غايرو فوقها سنجوليت سلكس. كوربس كالوزم في شبيه ثاني لها فورنيكس هذا الفورنيكس بين الفورنيكس والكوربس كالوزم there is septum bullosidum. septum bullosidum لو تحولت لشاء هذا حلاق لاترال فنتركل اللي هو الكافيتي اللي داخل السيربرال هيمسفير. شوف الفورنكس على طول احداها زي البلد سبلاي يعني هذا عباره عن كورويد بلكسر اللي انديرت انها ابن دايم وتعتبر روف للثيرد فنتركل. وين الثيرد فنتركل اهو؟ هذا كله ثيرد فنتركل اللي هو فينتركل اوف داين كيفالوس. هذه الكركوبه هذه ثالامس صح؟ الثالامس في وسط ادهيجن بين الثالامس الثاني مثل الثالامك ادهيجن. ثالامس تحتها هايبو ثالامس بين اثنين فالكس هايبو ثالامك فالكس. ثالامس هايبو ثالامس هايبو ثالامك فالكس. الثالامس خلفه ايدي ثالامس اللي هو بستيرور كوميشر بينيال بادي هابينيور كوميشر هابينيور كوميشر. هنا انتيرور كوميشر لان هذه بستيرور كوميشر. مشهور جدا السؤال على الانتر فينتريكولار فورامين شايف الثالامس والانتيرور كولومن اوف فورنيكس. هنا الفورامين بالضبط هي انتر فينتريكولار فورامين. اجين
corpus callosum, callosa sulcus, the great gyrus, the great sulcus. Paracentral lobule, medial frontal gyrus, هذا البرايتو اوكسيبيتال، برايتو اوكسيبيتال، بريكال كراين، بوسكال كراين. طبعا لاحظتوا في تنتوريان سيرب اللاي هنا، تنتوريان سيرب اللاي، وفي بالضبط ساينس هنا اسمها ستريت ساينس. ستريت ساينس كونها في البترول هنا كان. يبقى الفين هذا اكيد جريت سيربرال فين، هو هذا الفين جريت سيربرال فين. هذه السير فنتركل، تعال نتبع الفلور بتاعها بالترتيب. اوبتيك كيازما انفانتيبلم، شفت البيتوتري جلاند موجود في السيرة تورتيكا. البيتوتري جلاند بتصير بيتوتري فيها انفانتيبلم وستاك اللي هو عبارة عن تيوبرتينيليوم. ما منا ريبادي بتصير بيبريد سبستر، هذا كله من البرين وهذا البونز وهذه المظلة. أول حاجة تركز عليها البونز كبيرة. الميد برين وصل سيريبرال كورتكس اللي هو سيريبرال اكويدكت أو اكويدكت سيلفيوم. السيريبرال اكويدكت الجزء اللي قدامها سيجمنتم واللي خلفها تكتم، هذه البونز وهذه المظلة. هذا الكافيتي هو فور فنتركل. لاحظ الثيرد فنتركل يفرز سي اس اف على طريق كرويد ميكس جاي في الروف، برضه الفور فنتركل في الروف اهو، هذه كرويد ميكس صحيح. الفور فنتركل هو الكافيتي اللي بين بونز مظلة سيربيلوم، وهنا سنتر الكنال. اذا العينة هناك صعبة شوية نعرضها كلها من جديد. هذا السيريبرال هيمسفير وهذا السيريبرال هيمسفير. السيريبرال هيمسفير في كوربس كلوزم، سيبتم بلوسيدم، فورنيك، ابن داين، ثالامس، ثالامك ادهيجن، هايبوثالامك سلكا، هايبوثالامس. كوربس كلوزم فيها لامينا ترمينالز اللي هي عبارة عن روستروم اوف كوربس كلوزم، فيها جينيو، فيها بادي، فيها سلينيوم. كل سبلاي بالانتيريور ان سبلاي سبلاي باي بالانتيريور. كوربس كالوزم فوق الكالوزا سالكا، سنجريت فوق السنجريت سالكا، هذا بارا سنترال ريفيور برايت اكتوبتا سالكا بري سنترال اند بوست سنترال بريكا كراين بوست كراين سالكاي اللي هم يعتبروا هم التقاطع بتاع البرايت اكتوبتا. هنا ستريت فين او ستريت ساينس، اذا هذا الفين هو جريت سيريبرال فين. هذا هابينيولا بستيريو كيفيشر، هذا هابينيولا، هذا لينيال بادي، هذه سيجمنتم، ثيرد فنتركل، كيازما، انفانتيبيلم، تيوبر سينيريوم، ماميلاري بادي، ستيريو بريفيرد سابستانس، بوند، ميدالا، فورد فنتركل، فورد فنتركل كافيتي، سيريبيلم، هذا ثيرد فنتركل. هذا كات سكشن في سيريبيلم. سيريبيلم في ضوء فيلم، شفت الفيلم اهو، هذا فيلم وهذا فيلم. فيلم اسمه سيبيديور مدلر فيلم وهذا انفيريور مدلر فيلم. هذا كات سكشن. ناخذ سكشن ثاني في البرين بدون كم. لاحظ نفس الدوحة تتعاود. باراسنترال لوبيول، ميديا فرونتال جايرس، كوربس كالوزم، كومن كوشن هذا. كوربس كالوزم، كالوزم سالكس، سنجليت جايرس، سنجليت سالكس، برايت اوكسيبيتال، بريكال كراين، بوسكال كراين، ماشي، هذا تمبرال اهو، هذا اوكسيبيتال، هذا برايت، هذا فرونتال. هذا اوبتيك كيازما، شفت الاوبتيك نيرف هنا؟ اوبتيك نيرف في الجهة الثانية اوبتيك كيازما مع بعض. بعدين، ذيس از سيبتم في الجسدر، ذيس از فورنيك، هذا صار حوالينا، ماشي، هذا بالنسبة انكس هي، الانكس في السميل اريا. هذه الانكس هاي جزء من تمبرال بورد لوب انكس، ماشي الحال. الانفيريور سيرفيس سهل مهما كان معقد سهل. شوف نبدو بتو سيرفيس، هذا انفيريور طبعا. This is orbital surface. This is centorial لان على centorial فاضلة عن السيربيلدم. هذا كاتز اللي هو البرين ستيم. طبعا نوريكم ان هذه بستيريور بيرفيرد سابستانس، ماميلاري بادي، تيوبر سينيريوم، اوبتيك كيازما، لان عندي اوبتيك نير واوبتيك نير دار اوبتيك كيازما، اوبتيك تراك، اوبتيك تراك. لما هذه بستيريور بيرفيد سابستانس، هذه وهذه انتيريور بيرفيد سابستانس، ترتيب نير اول كرينيال نيرف هو اولفاكتوري عامل بلب وتراكت، فاكتوري بلب وفاكتوري تراكت.
of the gneiss, of the chiasma, of the tract. Olfactory nerve, أو olfactory tract, لما تحوله تحت sulcus. ما هو olfactory sulcus هون؟ Immediately على laterally تلاقي حرف H. H shape sulcus. نقسم orbital surface لأربعة: anterior, posterior, medial, lateral. ولاحظ sulcus هذا immediately عندنا rectus لأنه جاي زي شريط rectus gyrus. إذا نعاود اللي قلناه: olfactory bulb, olfactory tract, optic nerve, optic chiasma, optic tract, infundibulum, tuberous sternum, mammillary body, posterior prefrontal substance, anterior prefrontal substance. عندي olfactory sulcus, medially rectus gyrus. H shaped sulcus, frontal, anterior, posterior, ثم medial و lateral. هذا بالنسبة للسلكاوي جايب يعني هل تبرد فول. احنا قلنا ان كل التنتوريال سيرف سبلايد باي بالسيريور الى الفول سبلايد باي ميدل. هنا الميديال هاف منه بالانتيريور لاترال هاف بالميدل. ماشي هذا انفيريور سيرفس اوف سيريبرال هيمسفير. هذا مثلا الفنتسي الباين وهذا كابيتس من داخل نفس المنظر. اوكي هنا الاختناء دون كبسول. هذا كبسكشن سهل سهل جدا جدا بشكل لا يوصف. هذا الفايبرز الموايت مثلا this is internal capsule. هذا anterior limb genio anterior limb. إذا هذا شنو طالما هذه head of codeine وهذه lentiform. lentiform nucleus head of codeine طالما بينهم internal capsule. في الكابسكشن this is a common question في الكابسول أو تقام white fiber what grey matter. لما هذا الانترنال كابسول هذا الاكسترنال كابسول هذا كلوسترم. نخذينا مرة كلوسترم مع الانتيفورم مع هيد الكودين الميجدالويد يكونوا بيزر ايش؟ بيزر. اذا نعود من جديد انترنال كابسول anterior limb genio anterior limb lentiform nucleus بجزئيه اللي قلناها فيتامين و جلوبس. اذا lentiform nucleus هيد الكودين lentiform nucleus anterior limb anterior limb genio anterior limb capsule clostrum anterior capsule. هذا كالسيرفس يبين لي الانترنال كابسول. شكرا بارك الله فيكم.